وتحسبا للدخول الجامعي الجديد، ستدخل هذه السنة الإقامة الجامعية 1000 سرير إناث حيز الخدمة بولاية بشارة، أين سيتم استقبال الطالبات التي سيقمن بها، وتم توفير جميع الظروف والإمكانيات المادية والبشرية لتحسين ظروف الإقامة. التغطية لمهدي بوشتة. بالنسبة للإقامة الجديدة 1000 سرير التي ستدخل حيز الخدمة هذه السنة التي سنسيرها حاليا، تعتبر نموذجية كمرفق عام، أي أنها تحتوي على جميع المرافق التي تخدم الطالب وتخدم راحة الطالب، وهذا راجع إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة لهذا القطاع. كما أنه لا يفوتني الذكر بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات الوصية ومدير الخدمات الجامعية لولاية بشار لخدمة الطالب.